بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 86 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني نحن من الله تعالى بمنزلة الأبناء من الآباء في المنزلة والمحبة والكرامة. إذن هنا ليس على الحقيقة نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني نحن بمنزلة الأبناء من الآباء عند الله، فكما يعامل الأب أبناءه بالحب والعطف والرحمة والإحسان، كذلك يعاملنا الله عز وجل هذه المعاملة. قال: والوالد إذا سخط على ولده في وقت يرضى عنه في وقت آخر، ويقال معناه نحن أبناء أنبياء الله وأحباؤه. قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يعني يحرقكم بالحرق يعذبكم، لأنهم كانوا مقرين بأنه يحرقهم 40 يوما أياما معدودة، قل لهم فهل رأيتم والدا يحرق ولده أو يحرق محبه؟ ففي الآية دليل على أن الله تعالى إذا أحب عبده يغفر ذنوبه ولا يعذبه بذنوبه، لأنه ما هو الآن وجه الدلالة؟ قال: لأنه احتج عليهم فقال فلم يعذبكم إن كنتم أحباء الله تعالى. فإذا كأن الباري الآن بهذا الجواب يقرر لنا أمرا، وهو أن الله عز وجل إذا أحب عبدا لا يعذبه، إذا رضي على عبد لا يسخط عليه بعد ذلك. وقال في آية أخرى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ففيها دليل على أنه لا يعذب التوابين بذنوبهم، ولا المجاهدين الذين يجاهدون أيضا لا يعذبهم بذنوبهم، لقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فإذا الباري عز وجل لما قال فلم يعذبكم بذنوبكم قرر لنا أمرا، وهو أن الله عز وجل لا يعذب من يحبهم، لا يعذب من يحبهم. وذكر في القرآن بأنه يحب التوابين، إذن لا يعذب الله التوابين بذنوبهم، وذكر بأنه يحب المجاهدين، فكذلك إذن لا يعذب الله المجاهدين بذنوبهم. طبعا المراد بالذنوب الذنوب التي بين الله وبين العبد، أما الذنوب الحقوق العباد فهذه الله عز وجل فيها بين أمرين: إما أن يرضي الخصومة يوم القيامة عنك أيها المحبوب، وإما أن يأخذ الحق منك لأصحاب الحق. ثم قال: بل أنتم بشر ممن خلق، يعني أنتم لستم بأبناء الله ولا أحبائه، ولكن أنتم خلق كسائر خلق الله تعالى. ثم قال: يغفر لمن يشاء، أن يتجاوز عمن يشاء
فيهديه لدينه. وذكرنا أكثر من مرة أحبابنا ذكرنا أن هنا يهديه لدينه يهدي من تعرض لأسباب الهداية يهديه الله عز وجل، ومن تعرض لأسباب الغواية يضله الله عز وجل، ويعذب من يشاء فيهينه ويتركه على الكفر. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما من الخلق وإليه المصير، يعني إليه المرجع، فيجزيهم بأعمالهم. قال بعض العلماء في قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، قال هذه الآية فيها تنبيه على عبودية المسيح عليه السلام، على أنه عبد لله سبحانه وتعالى، لأن الملك والبنوة لا يجتمعان، بينهما منافاة، لا يكون الابن ملكا لأبيه، فهناك بينهما منافاة. فلذلك في هذه الآية تنبيه على عبودية المسيح عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام. قوله تعالى يا أهل الكتاب، يعني يا أهل التوراة والإنجيل، فأراد إذن بالكتاب هنا أراد الكتابين التوراة والإنجيل. والكتاب مصدر أو نقول اسم جنس فيصح تثنيته، أو نقول لما كان اليهود والنصارى يعتقدان التوراة، النصارى تعتقد التوراة واليهود يعتقدون التوراة، فلما كان الفريقان يعتقدان التوراة صح أن يضاف الفريقين، أن يضاف الفريقان إلى الكتاب، يعني إلى التوراة. فإذا هنا المراد بالكتاب إما أن نقول التوراة، وإما أن نقول المراد بالكتاب هنا المصدر أو الجنس، والمراد به التوراة والإنجيل، يعني يا أهل التوراة والإنجيل. وإنما أضافهم إلى الكتاب والله أعلم على وجه التعيير، أراد أن يعيرهم، يعني أنتم أهل الكتاب فلما لا تعملون بكتابكم، كمن ترى مثلا طالب علم يحفظ القرآن فتراه يقع في معاصي تقول له أنت من أهل القرآن وتفعل كذا، أو تجد إنسان مثلا طالب علم أنت طالب علم ولا تصلي السنن، أنت طالب علم ولا تصلي التراويح مثلا، أنت طالب علم ولا تقرأ القرآن، وهكذا. يعني أنتم أهل الكتاب لما لا تعملون بكتابكم، كقوله يا عاقل لما لا تفعل كذا وكذا. وإنما تذكر العقل على معنى التعيير، أي أنك لا تعمل عمل العقلاء. يعني هذا كأنه إيش لما أقول لك يا عاقل لما تفعل كذا، كأن في هذا تقول، كأنك تقول له أنت بأسلوب آخر تصفه بالجهل، كما تقول يا طالب العلم لما ترتكب هذا المنهي عنه، فكأنك تنعته بالجهل أيضا، لأنه ما فعل فعل طلاب العلم وإنما فعل فعل الجهلاء، وهذا ما فعله أهل التوراة وأهل الإنجيل. ثم قال قد جاءكم رسولنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يبين لكم الدين والأحكام والشرائع على فترة من الرسل، يعني بعد انقطاع من الرسل والوحي. فالفترة من الفتور، والفتور والانقطاع. وقال مقاتل في الآية تقديم وتأخير، ومعناه قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل يبين لكم. وإنما سمي فترة
لأن الدين يفتر ويندرس يزول ويتلاشى عند انقطاع الرسل. يعني بين عيسى ومحمد عليهما السلام، وقال قتادة كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 560 سنة، يعني تقريبا 6 قرون. وقال الكلبي 540 سنة، وقال الضحاك ومقاتل كان بينهما 600 سنة، وقال وهب كان بينهما 620 سنة. ثم قال أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني لكي لا تقولوا قد جاءكم رسول يبين لكم على فترة من الرسل، كي لا تقولوا ما جاءنا من بشير من رسول، بعدما درس الدين بعدما زال واندثر الدين ليبشرنا وينذرنا. فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بشير بالجنة ونذير من النار، والله على كل شيء قدير من المغفرة والعذاب وبعث الرسل. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، طبعا هذا الخطاب من سيدنا موسى عليه السلام لقومه، وهو هذا الخطاب لكل الناس، هذا الخطاب لكل عاقل لكل مؤمن، يقال له في كل صباح اذكر نعمة الله عليك، وفي المساء قبل أن يغمض عينيه وقبل أن ينام يقال له اذكر نعمة الله عليك على أي وجه أمسيت، وفي الصباح اذكر نعمة الله عليك على أي وجه أصبحت. إذن قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يعني احفظوا منة الله عليكم ونعمته. الله، احفظوا منة الله، كيف أنت تحافظ على نعمة الله عز وجل؟ بأن تصرفها إلى ما خلقت من أجله، فإذا صرفت النعمة إلى ما خلقت من أجله تحافظ عليها، بل وعدك الله عز وجل بالمزيد، وعدك الله بالمزيد. وأن تلاحظ أنك أنت الآن مسربل بنعم الله سبحانه وتعالى، محاط بنعم الله تبارك وتعالى، محاط كما أنك أنت الآن محاط بهذا الثوب فنعم الله تلفك. إذا أدرك الإنسان هذا الأمر وعلم أن هذه النعم التي بين يديه وهي محيطة، يعني يخضع هذا الأمر إلى عقله بأنها من الله سبحانه وتعالى، لا حول له فيها ولا قوة، يحافظ عليها بهذه الطريقة. إذ جعل فيكم أنبياء، قال في رواية الكلبي يعني 70 سوى موسى وهارون عليهما السلام، وهم الذين اختارهم موسى فانطلقوا معه إلى الجبل. ويقال إذ جعل فيكم أنبياء، يعني في بني إسرائيل، فكان فيهم 4000 نبي عليهم السلام. ثم قال وجعلكم ملوكا، لابد أن نقف الآن على معنى الملك الذي سيذكره الآن الشيخ ليعرف وليعلم يقينا كل واحد منا بأنه ملك، بأنك ملك، يعني بعد العبودية لفرعون. ولكن بعض الناس سبحان الله، بعض الناس يأبى إلا وأن يكون عبدا لفرعون. الباري عز وجل يخلصك من فرعون أو يخلصه من فرعون، هو يأبى إلا أن يبحث عن فرعون ليكون عبدا له، إلا أن يكون نعلا لفرعون، بوقا لفرعون. والفراعنة في كل زمان، ولكن تختلف أسماؤهم، ولكن المعنى واحد موجود. فذو البصيرة يدرك بأن ذاك فرعون ينبغي أن يعصى ولا يطاع، أما الذي بصيرته
طمست والعياذ بالله، يقف مع فرعون ويصفق له ويدعو بدعوته ويبرر أفعاله وتصرفاته إلى غير ذلك. إذن يعني بعد العبودية هناك كما قلنا أحبابنا، هناك أناس خلصهم الله عز وجل من الفراعنة، لا أقصد فرعون مصر، لا، فرعون مصر مات من زمان على مدار السنوات، يعني يخلصهم الله من الفراعنة ثم يأتون بفرعون وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الرجل إذا لم يدخل عليه أحد في بيته إلا بإذنه فهو ملك. لاحظوا هذا المعنى أحبابنا. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: وجعلكم ملوكا، أي جعل لكم أزواجا وخدما وبيوتا وبنين، هذا هو الملك. ويقال: من استغنى عن غيره فهو ملك، من استغنى عن غيره في أمور دينه فهو ملك، عفوا في أمور دنياه، في أمور دنياه، من استغنى عن غيره في أمور دنياه فهو الملك، لأن قراره من رأسه. ما دام قرارك من رأسك وقرارك تابع لك ليس مستورد ولا يملى عليك لتقول، فأنت الملك. ويقال: من استغنى عن غيره فهو ملك، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في سربه، بكسر السين، بمعنى يعني آمنا في نفسه، آمنا في نفسه، إنا وكذلك يصح في سربه، آمنا في سربه يعني في طريقه، آمنا في طريقه. ويصح أيضا: من أصبح آمنا في سربه، بفتح السين والراء، يعني في بيته. إذن السرب بكسر فسكون يعني في نفسه، بفتح فسكون يعني في طريقه، بفتحتين يعني في بيته. المهم أنه آمن، أنه آمن في جميع مراحل حياته، في نفسه وفي بيته وفي ذهابه ومجيئه، معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي بجميعها. فلا تحتقرن أيها العاقل نعمة الله عز وجل عليك، لا سيما إن جعلك ملكا بهذا الوصف، آمنا في سربك أو سربك أو سربك، وعندك قوت يومك ومعافى في بدنك. ثم قال تعالى: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني أعطاكم ما لم يعطي أحدا من الخلق، وهو المن والسلوى والغمام وغير ذلك، وهذا في التيه وسيتحدث عنه. ثم قال الله عز وجل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني المطهرة. والمقدسة في اللغة، أو نقول المقدس في اللغة، هو المكان الذي يتطهر فيه، فتأويله البيت الذي يتطهر فيه الإنسان من الذنوب. ثم قال: التي كتب الله لكم، يعني التي أمركم الله تعالى أن تدخلوها. ويقال: التي وعد لإبراهيم أن يكون ذلك له ولذريته. ادخلوا المكان الذي وعد الله إبراهيم عليه السلام أن يكون لهم ولذريته من بعده.
وذلك أن الله تعالى وعد لإبراهيم عليه السلام أن يكون له مقدار ما يمد بصره، مقدار ما ينظر إليه، فصار ذلك ميراثا منه حين عرج إبراهيم، فقال له أو بإبراهيم، فقال له جبريل: انظر يا إبراهيم. فنظر فقال: يعطي الله تعالى لك ولذريتك مقدار مد بصرك من الملك، وهو أرض فلسطين وأردن وما حولهما. فقال موسى لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني التي جعل لأبيكم إبراهيم عليه السلام، ولكم ميراث منه. وقال القتبي: أصل الكتاب ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ، ثم يتفرع منه المعاني. هذا أصل الكتاب، ما كما قال كما دون في اللوح المحفوظ، ثم تأتي كتب بمعنى فرض وبمعنى أمر، ويقال كتب بمعنى قضى، كما قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويقال كتب أي فرض، كما قال: كتب عليكم الصيام، ويقال كتب أي جعل، كما قال: فاكتبنا مع الشاهدين، ويقال كتب أي أمر، كما قال: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي يعني أمر الله لكم بدخولها، يعني أمركم بدخولها. قال: ويقال كتب ها هنا بمعنى جعل. ثم قال الله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا ترجعوا عما أمرتم به من الدخول فتنقلبوا، أي فتصيروا خاسرين بفوات الدرجات ووجوب الدركات، أي مغبونين في العقوبة. فبعث موسى عليه السلام 12 رجلا من كل سبط رجلا يأتيهم بخبر الجبارين الذين كانوا يسكنون في الأرض المقدسة، اذهبوا وأتونا بأخبارهم. فلما أتوهم، أتوا هؤلاء 12، أتوا الأرض المقدسة التي فيها الجبارون، فلما أتوهم لقيهم بعض أصحاب تلك المدينة من الجبارين، فجاءوا وأخذوا أصحاب موسى عليه السلام، فجعل كل رجلين من أصحاب موسى عليه السلام في كم رجل من الجبارين، كم كانوا طوالا وعظاما، وكم كان أصحاب موسى صغارا، فجعل كل اثنين في الكم، حتى جاءوا بهم إلى الملك، ويقال لقيهم رجل واحد اسمه عوج، فاحتملهم في ثوبه وأتى بهم حتى ألقاهم بين يدي الملك، فنظر إليهم وقال: هؤلاء يريدون أن يأخذوا مدينتنا. يعني أنت الآن تخيل يكون عندك بيت أو أرض، ويأتي بعض الفئران إن صح التعبير أو الصيصان الصغيرة، يقولون لك: نحن نريد أن نسلبك هذا الأرض، كيف تسخر منهم؟ تقول: أنا أقوم بدهسكم بقدمي، لا أحتاج إلى مزيد عناء من أجل أن أقضي عليكم، فكيف تفكرون أن تسلبوا مني ملكي؟ قال: فأراد قتلهم، فقالت امرأته: إيش تصنع بقتل هؤلاء الضعفاء ويكفيهم ما رأوا من أمر القوم وأمر هذه البلدة، فأنعم عليهم ودعهم حتى يرجعوا ويذهبوا إلى موسى وقومه بالخبر. فأرسلهم الملك وأعطاهم عنقودا من العنب فحملوه على عمودين، عنقود من العنب، فما استطاعوا أن يحملوه فحملوه على أعمدة، كم كان العنب ضخما. فرجعوا إلى موسى عليه السلام وقالوا فيما بينهم: لا تخبروا قوم موسى بهذا الخبر، فإنهم يجبنون
عن القتال. والله تعالى قد وعد لموسى بأن يفتح عليهم هذه البلدة ولا تخبروا أحدا سوى موسى. فلما رجعوا أخبروا بخبرهم القوم، إلا اثنين منهم، اثنين ما أخبروا أحد، وهم يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنى، ومر معنا ذكرهما في الدرس السابق. فلما أمر موسى عليه السلام قومه بدخول البلدة قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. قال مقاتل يعني طول كل رجل منهم 6 أذرع ونصف، يعني تقريبا 6 أمتار تقريبا يعني. وقال الكلبي طول كل رجل منهم يا لطيف 80 ذراعا، يعني 40 متر. الله أكبر. وقال الزجاج الجبار من الآدميين العاتي، وهو الذي يجبر الناس على ما يريد، يعني لا أريكم إلا ما أرى، يعني فرعون. ثم قال وإنا، يعني قالوهم وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، يعني من تلك البلدة وهي الأرض المقدسة، واسمها إيلياء، ويقال مدينة أخرى يقال لها أريحا. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني نحن لسنا لن نقاتل معك. قال رجلان، يعني يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنى، من الذين يخافون الله تعالى أنعم الله عليهما بالإسلام، ويقال من الذين يخافون الجبارين أنعم الله عليهما. قال اثنان من الذين كانوا يخافون من الجبارين أنعم الله عليهما، فنزع ما في قلبيهما من الخوف فلم يخافا وصدقا في مقالتهما. قال ادخلوا عليهم الباب، وهي أريحة أو إلياء، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني أن القوم إذا رأوا كثرتكم انكسرت قلوبهم وانقطعت ظهورهم فتكونوا غالبين. وعلى الله فتوكلوا، يعني فثقوا بأنه ناصركم إن كنتم مؤمنين، يعني مصدقين بوعد الله تعالى. فقال لهم موسى ادخلوا عليهم. قالوا يا موسى أتصدق الاثنين يوشع وكالب وتكذب العشرة؟ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، يعني قل لربك أن ينصرك عليهم كما نصرك على فرعون، يعني عادة الله معك أن ينصرك، فأنت لست بحاجة إلينا إذن. وقال أبو عبيدة يعني اذهب فقاتل، وليقاتل معك ربك، وليتم أمرك كما أتم قبل ذلك، فهو يعينك، فإنا لا نستطيع قتال الجبارين. ويقال اذهب أنت وربك، يعني أنت وسيدك هارون، لأن هارون كان أكبر منه بسنتين أو ب3 سنين. فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فغضب موسى عليه السلام من قولهم فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي هارون. وقال الزجاج لا أملك إلا نفسي وأخي يحتمل معنيين، أي لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه، يحتمل معنيين، أي لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه، ويحتمل لا أملك إلا نفسي وأخي، لأن أخاه كان مطيعا لهم فهو يملك طاعتهم. ثم قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني اقضي بيننا وبين القوم العاصين. قال الله تعالى الآن بعدما دعا أجابه الله،
قال فإنها محرمة عليهم، فإنها الأرض المقدسة محرمة عليهم، يعني الأرض المقدسة دخولها محرم عليهم 40 سنة. ثم قال يتيهون في الأرض، ليس محرم فقط بل هناك عقوبة التيه، دخلوا الآن التيه. ثم قال يتيهون في الأرض ضلالا، يعني يتحيرون فيها. لذلك سيأتي معنا أنهم كانوا في المساء ينطلقون يمشون، فيصبحون في الصباح طيلة الليل يمشون، يصبحون فيجدون أنفسهم في المكان الذي انطلقوا منه، يغيرون الجهة، اليوم نذهب شمالا، نفس الأمر غربا شرقا جنوبا، وقعوا في التيه 40 سنة حتى مات كل أولئك الذين عصوا ورفضوا الخروج مع موسى وهارون، ونشأ جيل آخر. هذا الجيل الآخر هو الذي فتح الله على يديه أرض الجبارين، يتحيرون فيها ولا يعرفون وجه الخروج منها ضلالا في التيه. ويقال فإنها محرمة عليهم، وتم الكلام. ثم قال 40 سنة يتيهون في الأرض، فغم عليهم السبيل، الطريق، يعني ما عاد اهتدوا إلى طريق للخروج من المكان الذي هم فيه بعدما دخلوا. فحبسهم بالنهار، ممنوع المشي في النهار، ممنوع، وسيرهم بالليل، يسهرون ليلتهم ويصبحون حيث أمسوا. وكان التيه بين فلسطين وأيلة 6 فراسخ في 12 فرسخا، فمكثوا فيها 40 سنة لم يقدروا على الخروج منها. قال بعضهم لم يكن موسى وهارون عليهم السلام في التيه، لأن الأنبياء عليهم السلام لا يعذبون، وقال بعضهم كانا فيه، وسهل الله تعالى عليهما كما سهل على إبراهيم عليه السلام النار وجعلها بردا وسلاما. ويقال إن موسى وهارون قد ماتا في التيه، وهلكت تلك العصابة التي خالفت أمر الله عز وجل، ولم يبق منهم إلا يوشع ابن نون وكالب. فخرج يوشع بذرياتهم، بذريات أولئك الذين عصوا وماتوا، خرج بأبنائهم إلى تلك المدينة وفتحوها عند غروب الشمس. وذكر في الخبر أن يوشع دعا بأن ترد الشمس فردت 3 ساعات حتى فتحوا البلدة، فاختلطت النجوم عن مجاريها من ذلك اليوم، فخفي على المنجمين. فلما بقوا في التيه، لما بقوا في التيه تلك الفترة الطويلة، ندم موسى عليه السلام على دعائه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فأوحى الله تعالى إليه فلا تأس لا تحزن على القوم الفاسقين، يستحقون هذا الدعاء الذي دعوت عليهم لأنهم فاسقون، يعني لا تحزن على قوم سميتهم فاسقين. وقال بعضهم هذا الخطاب فلا تأس على القوم الفاسقين خطاب لنبينا محمد المعصوم عليه الصلاة والسلام، لا تحزن على قومك إن لم يؤمنوا. ويقال 40 سنة صار نصبا بمعنى يتيهون، لأن في التفسير إن دخلوها لم يكن محرم عليهم أبدا، فكانوا يتيهون 40 سنة في التيه. قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، يعني نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.